الصناعات الفنيه شويه بس انا هنحسن السنه دي. هنتكلم على الشوط الاخر هنتكلم على دراسه تحسين تغير في الواتش على السيستم وده اللي احنا بنسميه البولر رول هو زي الجوده اللي ناقص المصدر وعايز يرسم سلوك السيستم نتيجه لتغير الفريكونسي بس هو بيظهر في اسلوب جديد هو المفروض هي المشكلة بس اللي موجودة في البوت دايجرام أولا وسافك عشان ترسموا كاسكيت إحنا هي لازم ورقة مخصوص بوت وببدأ أقسمها لكيد وكتيب عشان أرسم الكلام ده الحاجة التانية إن سافك لما تيجي في البوت دايجرام عشان ترسم ده دايما رينج الفريكونسي اللي أنت هتشتغل بيه قليل يعني أنا باجي مثلا على الديجيت ده وأرسم سي مثلا من 1 ل 10 وآخر بجيت عندي بيبقى سي دي القيمة بتاعته 1000 فده رينج الفريكونسي اللي أنت بتدرسه من 1 من 10 حتى 1000 لو انت عندك بالميجا بقى والكلام ده كله فتبقى الرسمه الى حد ما مضغوطه او الرسمه اللي انت شايفها فالترينج الفريكونسي محدود. جاء بورر قال طب انا ممكن ارسم نفس الريسبونس بتاع الفريكونسي بس نتيجه لتغير الاوميجا الكلام ده من زيرو لحد ما اعمل ايه؟ هيجي على مجرد سكيل عادي خالص سكيل ريال وايماجينري ويحط الاوميجا بصفه في السيستم الاوميجا 1 2 3 4 5 بعد كده يفضل يوصل لغايه النهايه ويقوم راسم الكيرف بتاع السيستم بناء على تغير الاوميجا الكلام ده من صفر لحد الاوميجا من كل ملف يبقى انت كده اصبحت غير قاصر على رينج معين من الفريكونسي انت شغال على الفريكونسي كلها الكلام ده من صفر لحد فين من الملف طب هو هيعمل ايه بالظبط؟ كل اللي هيعمله زي البولر ان هو هيستبدل كل اس ويحط مكانها جي اوميجا. فاصبح الاوبن لوب ترانسفير فانكشن دي اللي احنا بنسميها جي اتش اللي هي على سبيل المثال بتساوي اس زائد اي في اس زائد بي الكلام ده في كي على اس اس ان في اس زائد سي في اس زائد بي. دي الاوبن لوب ترانسفير فانكشن دي اللي احنا من ساعتها عمالين نرسمها في الروت بوكس وعمالين نرسمها في الروت دايجرام وانا برضه معانا في الدولار دي جي اتش هيشيل كل اس من العلاقه بتاعتها ويحط مكانها جي اوميجا اعتقد لما نشيل اس دي نحط مكانها جي اوميجا ودي جي اوميجا جي اوميجا جي اوميجا جي اوميجا اصبحت الجي اتش كلها عباره عن ريال وايماجينري فانا اقدر ببساطه لو انا شلت كل اس وحطيت مكانها جي اوميجا نتيجة إن الباص ريال وإيماجينري والمقام ريال وإيماجينري فأنا ممكن أفصلها إلى شقين بحيث إن هيبقى في ريال أوف أوميجا زائد جي إيماجينري أوف أوميجا. هتشيل كل إس وأحط مكانها جي أوميجا. خلاص بقى الباص ريال وإيماجينري والمقام ريال وإيماجينري حسب قواعد الرياضة أنا لو عندي المقام ريال وإيماجينري وعايز أخلصه فهضرب المقام فين؟ في المرافق فلو ضربت المقام في المرافق بقى المرافق كله ريال ساعتها بقى لو انا وزعت البسط على المقام هتطلع في النهايه ان الجي اتش بقت ريال بس طبعا فانكشن بالاوميجا زائد جي ايماجينري فانكشن او بشكل اخر طالما البسط ريال وايماجينري والمقام ريال وايماجينري فانا ممكن اخليها الى ماجنيتيود بس برضه هتبقى اوف اوميجا بالاضافه الى زاويه فاي اوف اوميجا يا اما اخليها ريال وايماجينري يا اما ماجنتيود وزاويه وماجنتيود وزاويه دي انا هجيب ماجنتيود البسط على ماجنتيود المقام والزاويه اللي هي زاويه البسط ناقص زاويه المقام زي ما احنا عملنا في الجزء الخاص بالماجنتيود طيب اصبحت الجي اتش اللي سادك عايز ترسمها سواء ماجنتيود وزاويه او ريال وايماجينري فانكشن موجوده مش مهم بس في الاوميجا تاني احط الاوميجا بصفر واشوفها واقعة ريال وايماجينري او ماجنتيود وزاوية. الاوميجا بواحد والاوميجا باتنين من ثلاثة لاربعة الكلام ده لحد ما اوصل لمال النهاية وفي النهاية اقوم موصل ما بينهم يبقى ده عندي الشكل الفريكونسي ريسبونس نتيجة للبولر. كل نقطة على المحور هنا ليها ثلاث احداثيات. ليها ريال ليها ايماجينري ليها فريكونسي. وبالتالي ممكن يبقى عندك ريال وايماجينري ومحتاج انك تجيب الفريكونسي عندك او عندك فريكوانسي نقطة ومحتاج تجيب الريال والايماجينري الاحداث بتاعها موقع عامل هل في مشكله؟ ميزه ده عن البولر عن سوري عن النوت ده الرام ان هو زود رينج الفريكوانسي انا بدرس لحد ما لا نهايه بدل
الصفر مش محدود في بند معين اللي هو سيجما من 10 لغايه على سبيل المثال. تعالى ناخد شكل بسيط كده ونشوف لو احنا شلنا الاس وحطينا مكانها جي اوميجا ونشوف احنا نرسمها ازاي. لو افترضت على سبيل المثال ان الجي اتش تطلع بتساوي 1 على اس وعايز ارسم البول دايركتوري البولر بلوت ده الريال وده الايماجينري وعايز ارسم العلامه التحليليه. طبعا عشان ترسمها فسيادتك هتشيل كل اس وتحط مكانها جي اوميجا واصبحت الجي اتش هتساوي 1 على جي اوميجا. 1 على جي اوميجا انا عارف ان الجي في المقام بتطلع في البسط وماينس جي يعني هتطلع بتساوي ماينس جي 1 على هي ريال والمجنب بس الريال بتاعها بصفر. الريال بصفر الايماجينري سالب جي 1 على الاوميجا. طبعا انت هترسم بناء على الاوميجا من صفر لما لا نهايه. لو سيادتك حطيت الاوميجا بصفر 1 على صفر بما لا نهايه قدامها سالب سالب ما لا نهايه والريال بصفر يبقى انت بادئ من تحت هنا. دي نقطة الأوميجا بصفر. تاني هو الريال بصفر ومعنى إن الريال بصفر فسيادتك بتتحرك على الإيماجينري أكس. طيب لما حطيت الأوميجا بصفر 1 على صفر ما لا نهاية وقصادها سالب سالب ما لا نهاية يبقى أنت بادئ من سالب ما لا نهاية. لما تحط الأوميجا الفاينل فاليو بتاعتك بما لا نهاية 1 على ما لا نهاية بصفر يبقى أنت هتوصل للصفر. يبقى دي الاوميجا بصفر ودي الاوميجا بما لا نهايه. عايز تجيب بعض النقاط ده اوميجا بواحد اوميجا باثنين بثلاثه باربعه وهكذا هو كده كده انت بتتحرك على الميشنال اكسس وبالتالي شكل الحلقه بتاع الاوضه شوف بدءا من الاوميجا بصفر لحد الاوميجا من كل ما لا نهايه. دي رسمه الواحد على الاس لو كان السيستم بترسمه بولر. طبعا لو انا برسمه بول واحد على الاس دي هتديني خط كيلو كام؟ سالب 20 على حسب الشكل تعالى ناخد لو هي سي اس كل اس واحط مكانها جي اوميجا يبقى دي هتطلع 1 على جي اوميجا لكل تربيع يعني هتطلع ناقص 1 على اوميجا سكوير. مفيش فيها ايماجينري يبقى دي كلها واقعة على الريال. هحط الاوميجا بصفر 1 على صفر بما لا نهاية وقصادها سالب يبقى الجي اتش دي هتقول لي سالب ما لا نهاية. هحط الاوميجا بتساوي او بتقول لما لا نهاية 1 على ما لا نهايه بصفر يبقى الجي اتش هتساوي صفر. يبقى انا بادئ من السالب ما لا نهايه مفيش ايماجينري يبقى انا بادئ وماشي في هذا الوقت. من الاوميجا بصفر لحد الاوميجا بتقول ما لا نهايه. حط بقى اس واس زائد 1 واس زائد 2 سوري 1 على اس واس واس تربيع واس تربيع والكلام ده كله فدي كلها تديك مجموعه من الخطوط. الخطوط دي كلها حسب في ريال في ايماجينري حسب الشكل بتاعه. هل في مشكله يا جماعه؟ تعالى نبدا ناخد بقى والله لو الجي اتش بتساوي 1 زائد تي اس فيرست اوردر 1 زائد تي اس
يبقى انت هتشيل اس وتحط مكانها جي اوميجا، يبقى دي هتطلع بتساوي 1 زائد تي اس اوميجا، سوري تي اوميجا جي. هي اوريدي ريال وايماجينري. طيب الريال دوما بواحد، يعني الريال دوما بواحد، بينما الايماجينري جي تي في الاوميجا. طبعا التي دي ممكن تبقى كونستنت 1 5 6 اوفر، هو لغايه هنا عندنا، وبالتالي الاوميجا لو انا حطيتها بصفر هي هتطلع بصفر، يبقى انا هبدا من عند 1 وصفر. لو الاوميجا بتقول للمدى نهايه دي دوما بواحد، واحد ودي مدى نهايه، يبقى دي هتبقى مدى نهايه. يبقى انا هبدا من عند الواحد وصفر واتجه للواحد وما لا نهايه، يبقى الكيرف هيطلع في هذا الاتجاه. يعني برضو لما لقيت فيرست اوردر طلع الخط مستقيم، لما كانت مجرد اس او اس تربيع او اوردر هتطلع خط مستقيم. تعالى بقى ناخد بروسس كومبلكس شويه ونشوف الناتج هيطلع عامل ازاي. في مشكله لحد الان، يبقى انا بجيبها ماجنتيود وزاويه او ريال وايماجينري، فانا برسم على محور الريال والايماجينري، بجيبها في الاوميجا، بحط المفروض الاوميجا بصفر 1 2 3 لحد ما لا نهايه، بجيب شويه نقاط وبعد كده بوصل ما بينهم. كل الامثله دي بسيطه شويه، فانا بحط الاوميجا بصفر، بحط الاوميجا ما لا نهايه، فانا عارف دوما شكل الكيرف الريال بتاعه دايما بواحد، الريال بصفر، الايماجينري بصفر، فبجيبه بقوم راسم ده شكل منحنى استجابه الفريكونسي. تعالى ناخد بقى لو واحده اكبر شويه هيبقى الشكل عامل ازاي. ميزه البولر انك ساعتك مش هترسمه بسكيل، مش محتاج ارسمه بسكيل، هو زي الروبوتس كده، مش محتاج ارسمه في ورق مخصوص. بقوم راسم نقطه البدايه فين، النهايه فين، بقوم راسم الكيرف وابدا اطلع الناتج اللي انا محتاجها بقى بعد ما اسافر. الجي اتش بتساوي 1 على اس جي اس زائد 1 على اس في تي اس زائد 1، وسبب المفروض ترسمها ريال والايماجينري، ده الريال وده الايماجينري. ماشي، هشيل كل اس واحط جي اوميجا وابدا اشتغل، بس طبعا لما تبقى كومبليكيتد الاوميجا بصفر وما لا نهايه الواحده ما تنفعش، لان طالما بقت فيها اس وتي اس يعني بقى في حدين، فمن الوارد ان هي مش هتطلع خط مستقيم، من الوارد ان هي هتطلع كيرف، وده بقى ممكن يبقى تربيع وده تبعيد وهكذا. فوارد ان لما البروسس تكبر شويه ان مش هتطلع خطوط مستقيمه فهتطلع كيرف، عمليه كيرف دي الى حد ما حته البدايه والنهايه مش هتنفع. المفروض هجيب اوميجا بصفر وواحد واثنين وثلاثه واربعه مش عارف كام لحد ما اوصل للمال النهايه، وبعد كده اقوم واخد الكيرف. متفقين على ذلك؟ اللي بيعمل كده بتلاقي هو مديله فانكشن، فانكشن بيبدا يحسب الاوميجا ويقوم حاسب ويقوم عامل كيرف ويقوم مطلعه بهذا الشكل. بس احنا من احنا هنرسمها مانيوال، ففي طريقه بسيطه كده احنا بنتبعها حوالي مثلا خمس او ست خطوات. الخطوه الاولى بعمل كذا، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، بجيب شويه نقاط وشويه انديكيشن، وبعد كده بقوم موصل ما بينهم استعاضا عن ان انا اوصل الاوميجا بصفر وواحد واثنين لحد ما تاني. انا عشان ارسم دي مظبوط اشيل كل اس واحط مكانها جي اوميجا، جدول اوميجا بصفر 1 2 3 10 100 1000، واقوم جايب شويه نقاط واقوم راسم. بس انا عشان ما ارسمش الصوره دي كلها واجيب كل النقاط دي كلها، وكمان لما ده هيبقى معقد هيبقى التعويض صعب، ففي حوالي خمس ست خطوات كده بعملهم في المساله. ما بجيبش كل النقاط، بجيب نقطتين وبجيب زوايا وده داخل فين وده خارج منين، في النهايه بستنبط تقريبا شكل الكيرف لو اترسم هيترسم بالشكل الفلاني. ده استعراضا بدل ما ارسم كل الخطوات اللي موجوده. بس مبدئيا عشان اطبق اول حاجه فلازم المساله تكون في صوره ريال وايماجينري، فهشيل كل اس واحط مكانها جي اوميجا، يعني دي هتطلع بتساوي 1 على جي اوميجا، الكلام ده 1 زائد جي اوميجا تي. دي عشان تبقى ريال ومفردها زائد ايماجينري فلازم المقام يكون ريال. فعشان المقام يكون ريال ما هي دي اللي هتساوي الجي، هطلعها فوق عشان اخلص منها، سالب جي الكلام ده في اوميجا 1 زائد جي اوميجا تي.
عشان بس ما تلخبطش تطلع ده فوق وثاني مش عشان اخلي المقام كله ريال فهضرب وسط المقام في المرافق. يعني دي وكان هضرب دي في واحد ناقص جي اوميجا تي ودي في واحد ناقص جي اوميجا تي شغل الرياضه بتاعتك. يعني دي هتطلع بتساوي سالب جي في واحد ناقص جي اوميجا تي على اوميجا. طبعا لما تضرب القوس في المرافق هو في النهايه هيبقى الريال تربيع زائد الايماجينري تربيع. ما تقعدش تحسبها. تضرب القوس في مرافقه يبقى هو الريال تربيع زائد الايماجينري تربيع. يتبقى البسط المقام ريال. هوزع بقى البسط اظبط الشكل بتاعه شويه. لو ضربت السالب جي في واحد بقت سالب جي بقى ايماجينري. يعني دي هتطلع بتساوي سالب جي واحد على اوميجا في واحد زائد اوميجا سكوير في سكوير. ولو ضربت السالب جي في سالب جي سالب في سالب بموجب الجي في جي في ناقص هتبقى ناقص اوميجا تي وفي اوميجا في المقام يبقى ناقص تي على واحد زائد اوميجا سكوير تي سكوير. اول خطوه بغض النظر انت هترسم بانهي طريقه فانا ضربت في المرافق وحولتها الى ريال زائد جي في الايماجينري. لو انا هرسم بالطريقه المعتاده هقوم عامل جدول 0 1 2 3 بس. ولكن لو انا هتبع الخطوات المختصره فالخطوات المختصره كالاتي ستيبس اوف سوليوشن ودي لساتك هتعرفها عشان دي اللي احنا هنحل بيها. أول خطوة مش مهندس ودي لساتك بتجيب بيها الستارت بوينت. الستارت بوينت هي النقطة اللي أنت هتبدأ ترسم من عندها الكيرف أو المسألة ودي هتبقى عند الأوميجا بكام؟ بصفر. عند الأوميجا بصفر. ما هو الكيرف هيترسم من الأوميجا بصفر لحد ما لا نهاية. لو حطيت الأوميجا بصفر صفر في تي سكوير بقى بصفر، صفر زائد واحد بقى واحد، ناقص تي على واحد يبقى البداية عند ناقص تي واحد. لو حطيت تي بصفر بقى المقام كله بصفر. أي حاجة على صفر بما لا نهاية وقبليها ناقص يبقى ناقص ما لا نهاية. يبقى الكيرف بتاع عشان يترسم البداية بتاعته عند ناقص تي وناقص ما لا نهاية. الخطوة الثانية بحصل على الاند انجل. سوري الاند بوينت. نقطة النهاية النقطة اللي الكيرف ده هيوصل لها. ودي عند الاوميجا بكام؟ بما لا نهاية. أحط الاوميجا بما لا نهاية. طبعا المقام كله بما لا نهاية، أي حاجة على ما لا نهاية صفر. و ما لا نهاية، مقام بما لا نهاية، أي حاجة على ما لا نهاية صفر. انا هبدا من عند ناقص تي وناقص ما لا نهايه واديه عند الصفر وصفر. يبقى دي نقطه النهايه ناقص تي وناقص ما لا نهايه واتفر. لو فرضت ان دي ناقص تي يبقى في هنا كده هنا نقطه البدايه عند الاوميجا بيساوي صفر تقريبا. ناقص تي وناقص ما لا نهايه وهنا النهايه عند الاوميجا بتقول لي ما لا نهايه. يبقى انت هتبدا من هنا وتنتهي هنا. طيب لما انا هبدا من هنا وانتهي هل انا ظهر خط مستقيم؟ طيب هل هطلع واقطع المحور ده؟ هل هقطع فوق؟ يعني هل هطلع كده واخبط هنا وارجع هنا واخش من هنا؟ في عندي مليون كيرف ممكن يبدا من النقطه دي وينتهي بالنقطه دي. هجيب بقيه البارامترز عشان احدد الكيرف بعيد. اولا انا هبدا من هنا وانتهي عند 0 0. طيب لما تيجي تبدا هتبدا بزاويه كام؟ ولما تيجي تنتهي هتنتهي بزاويه كام؟ يعني وانت داخل للنقطه دي هتخش من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ هتخش للنقطه دي في انهي اتجاه؟ طب وانت بادئ من هنا هتبدا من عند انهي زاويه؟ وبالتالي دي الخطوه الثالثه الا وهي الستارت انجل. يبقى احنا جبنا نقطة البداية ونقطة النهاية. بعد كده الستارت انجل
سوية البداية. سوية البداية هو إن مضروبة في سالب 90